انا اسف يا باشمهندس، بس انا شايفه حضرتك بعت حاجه للواتساب وانا النت فصل عندي ولسه جاي. ممكن اعرف ايه اللي حصل او ايه اللي حضرتك بعته؟ طيب احنا حلينا بس المشكلة بالبرميشن ده. بص اللي حصل اهو، كل اللي عملناه بس ان احنا ضفنا السطر ده في ملف المانيفست هنا اهو، البرميشن ده خلاص ضفناه في ملف المانيفست، فبس اتحلت المشكلة خلاص. تمام، شكرا يا باشمهندس. مش في الفايل ده بقى هنا الباك جراوند سيرفيس اكتيفيتي هنسميه ميوزك مثلا، اساس نبقى عارفين هو بيعمل ايه، بيرن ميوزك، ميوزك باك جراوند سيرفيس. لونش ميوزك وستوب ميوزك نفس الموضوع برضو. تعالوا كده نظبط له يو اي. باشمهندس، وحضرتك واقف ولا النت؟ انا عندي انا اللي وحش. نعم يعني انا الصورة عندي واقفة، هو حضرتك واقف فعلا ولا انا اللي الصورة عندي واقفة ولا النت عندي اقصد وحش؟ حد عنده أي مشاكل في الصورة؟ الناس شايفة أنا بعمل إيه؟ انا كانت الصورة عندي واقفة فما كنتش شايف حضرتك باشمهندس بتعمل ايه، فكنت بسأل اشوف هل الناس هي خلاص واقفة يا عندي ولا مشكلة فيه. شيماء خلاص أنا عرفت الصورة عندك واقفة. باقي الناس حد شايف الصورة؟ شايف أنا بعمل إيه ولا الصورة عندك واقفة؟ لا شغالة. خلاص يبقى مشكلة عندك أنت يا شيماء.
الـ Object Binding بيتسمى على ملف الـ XML يا جماعة. Activity My Background Service خلاص، لو أنا عايز أسميه زي اسم الجافا فأغير اسم الـ إيه الـ Activity My Background Service ده، أخليه أحط فيه أي حاجة من ميوزك عشان بس أعرفه. Activity underscore music بس كده. فأنت تعالى هنا كده أهو، هو ده binding ده dot between music dot set on click listener. أنا عايز أعرف هو playing ولا لأ. هو هنا بيقول لي الكول عايز يبقى اي 23، فلازم ادخل اغير هنا اخليها 23. عايز ايكون وانت مديله انتجر، فانت لازم تقول له ايه set image icon. لحظة واحدة، اي حد عنده سؤال وانا شغال في الديزاين يسالني. خلاص، الحاجه اللي انا بحس ان الناس محتاجه تعرفها بتكلم فيها لوحدي، بس لو في حد حاجه في الديزاين يسالني. تمام، احنا خدنا ديزاينات كتير، المفروض الناس تطلع من الموضوع ده تبقى اساتذه ديزاين. خلاص، هو هنا في عندك set image icon وفي set image resource على حسب الفانكشن انت بتستخدمها. resource دي بتاخد integer على طول، integer ده اللي هو r.drawable.icon نفسها، اسم الايكون من هنا. انما لما تقوم قايل له icon، وايكون ده عايزه icon والdrawable ده integer، فده هنا ساعتها يقول لك لا، انت لازم تحول الdrawable ده لايكون. لكن resource لوحدها اوتوماتيك بتاخد منك ايه الdrawable id. تمام، ريسورس بتاخد منك ايه انتجر، اهو ريسورس اي دي انتجر. خلاص، ريسورس اي دي الفاليو بتاعته انتجر. ماشي، ده المعلومه يعني. ده خلينا الايكون بتاعتها ايه ستوب، هو كده بلاينج. كويس، بعد الخطوه دي عايزين ايه بقى؟ عايزين نبدا نقول نتعامل مع الباك جراوند سيرفيس بقى. خلاص، انا عندي باك جراوند سيرفيس كلاس اهو، وعندي هنا الاكتيفيتي بتاعتي اللي بتتعامل مع الباك جراوند سيرفيس. انا عملت اللي اوت اهو. احنا الحقيقه كنا عاملين هنا زرارين يهندلوا الموضوع ده، واحد يشغل واحد يوقف، لكن احنا هنا عاملين زرار واحد يشغل وهو نفسه اللي يوقف، هيبقى في كونديشنز كتير ويبقى في شغل كتير يعني في الايقونات واللعب بالايقونات. شوف الفلاج بقى ترو ولا مش ترو والكلام ده، لوجيك في لوجيك يعني. خلاص، فخلينا كده نجهز برضو يعني، ناخد وقت شوية برضو في الحتة دي. ولكن هو ده كل الشغل اللي في الاكتيفيتي يعني، اغلب الشغل في السيرفيس نفسه، السيرفيس نفسه. ماشي، هنا دلوقتي ستوب، احنا جينا عملنا رن.
طبعا انت ضفت هنا سيرفيس للفور جراوند، فضيف برضو ايه سيرفيس لسه ما اشتغلناش عليها احنا بس جاهز يعني. لا احنا لسه ما ضفناش. اوكي خلاص ماشي تمام. رن عادي بس عشان نشوف اليو اي مظبوطة ولا لا. المفروض ان انا اول ما اضغط عليه يخلي ده بترو ويغير لي الايكون، وبعد كده بقى ايه يبدأ ها يروح يعمل ثريد وينادي منه الفانكشن اللي اسمها ستارت سيرفيس. وغير التكست احنا هنا مغيرين الايكون. اوكي وغير اللونشر نادي الباك جراوند سيرفيس اهي. نادي ترو اهو. تمام. المفروض لما ارجع اضغط عليها تاني حول لايه لستوب ولا ايه؟ لما اضغط عليها تاني تتحول لستوب. ماشي يبقى set on click listener. نتشيك بقى if is playing ده هنشيله من هنا. لو هو true لو هو false خليه true. يبقى لو هو true هيوقف. طب لو هو فولس نخليه بترو وإيه وبلاي. تمام كده تعال نرن كده تاني ونجرب. ماشي دي البداية. المفروض is playing ولا لا؟ هو أول ما بيخش بيلاقي إن هو أصلا بفورس، بيقوم جاي هنا بيخليها بترو بحط نفس الأيكون اللي موجودة. يبقى by default if not playing يعني لو بفورس لو هو مش شغال تاخد دي تحطها هنا وتاخد دي وتحطها هنا وتخلي دي هنا تاكس بقى. ليه؟ لأن هو أصلا كان بيدخل بيلاقي إن هو واخد الأيكون دي والفلاج بتاعه بفولس فبيقوم داخل عليها فبيخليها نفس الأيكون تاني. الله تشتغل تمام. وبقى في كل مرة تيجي تضغط عليها إلز. طب ما هي نفس القاعدة اتغيرت برضو هنا دلوقتي شوف ليه بقى. نفس الموضوع. طيب ماشي is playing true هنا خليها بفولس بقى. تمام مرن كمان. ماشي الناس معايا؟ اهو شغل وقف شغل وقف شغل وقف. تمام يا شباب يبقى ايكون واحد ممكن يلعب عادي موجودة في كل التطبيقات كده. الناس معايا ولا فين؟ معاك يا باشمهندس. طيب نخش بقى الايه خلاص احنا كده يو اي تمام. نيجي بقى نشوف هنشتغل ازاي. ستارت سيرفيس فين ستارت سيرفيس دي؟ فور جراوند سيرفيس اكتيفيتي
ستوب سيرفيس، وبنادي عليهم من فين؟ ببعت لها الانتنت. ماشي، هنعمل السيرفيس بتاعتنا. هنيجي هنا زي ما في ماي فور جراوند سيرفيس، هنيجي هنا خلاص نسميه ميوزك باك جراوند سيرفيس، وهنخليه بي اكستند سيرفيس كلاس، وامبلمنت الاون بايند فانكشن. تمام. هنيجي في الاون كرييت بتاعت السيرفيس، وهنبدا نعرف هنا اوبجكت من الميديا بلاير خلاص. يقول لك امبورت ريسورسز، اتفضل في اغنيه عايزين نشغلها مثلا، في عندنا اي ميوزك تحبوا تسمعوها. هتيجي تكريت هنا فولدر دايركتري تسميه رو، تنسخ فيه بقى الكلام ده وتقوم تسمي بقى اللي انت عايزه. تملي تمام، اد تملي بقت موجودة، نادي عليها ظهرت لك، قول له امبورت الميديا بلاير، خد لي اوبجكت من الميديا بلاير سميه لي ميوزك بلاير، وسيت لوبينج بفولس عشان ايه لما يخلص يوقف. تمام، طيب بعد كده هتنادي على الفانكشن اللي اسمها on start command. في ال on start command هتنقل يا music player object start، و start خليه return ايه return اي return start sticky start sticky. تمام، وبعدين unbind خلاص، و لوج، بس مجرد لوج كده علشان نعمل unbind. يعني ايه unbind؟ يعني ان هو خلاص ايه السيرفيس دي مبقتش شغالة. تمام، زي دي attached كده خلاص. وبعدين هتقوم قايل له music فين بقى الكلام ده، في on destroy function هتقوم قايل له music player ها stop عشان يوقف، ان خلاص لما تيجي تعمل destroy للسيرفيس. ويعرض مثلا لوج كده يقول لك ان هو ايه وقف، مش هنطلع اي رسائل لليوزر كتوست مسج خلاص كده. دي الباك جراوند سيرفيس بتاعتك. تمام، الناس معايا؟ معاك يا باشمهندس.
نرجع بقى لمين؟ للاكتيفيتي. الاكتيفيتي بتقول ستارت سيرفيس. كان عندنا فانكشن اسمها ستارت سيرفيس، موجودة فين؟ موجودة في ال في الفور جراوند سيرفيس اكتيفيتي، فهو غالبا بينادي عليها. خليه كده بابليك يعني يا سلام، شايفها ستارت سيرفيس. هو ممكن دايركتلي اعرف ال، لا هو هو بينادي الفانكشن اللي هي بري ديفايند باي السيستم خلاص، او باي الاندرويد كومبوننتس يعني. والميوزك باك جراوند سيرفيس، خد اوبجكت من الانتنت وخد اوبجكت من سميه لي باك جراوند سيرفيس ماي او ميوزك باك جراوند ماشي سيرفيس، وابدأ نادي عليه قول له ايه ستارت سيرفيس. خلي بالك احنا هنا بنلونش من فين؟ ها حد يقول لي انت بتلونش من فين؟ احنا كده بنلونش من فين؟ بنبدأ الستارت سيرفيس من الاكتيفيتي. يعني ايه من الاكتيفيتي؟ السيرفيس. تمام نعم، مش احنا قلنا لما نيجي نشغل سيرفيس او نكلم اي بي اي او نعمل انسيرت في داتابيز الحاجات دي بتقال عليها لون جرانينج اوبريشنز او لون جرانينج او لون تاسكس بروسيسز، لازم تتعمل من باك جراوند ثريد. لو عملتها من المين ثريد هتعمل بلوك لليو اي، عشان اعمل كده هضطر اقوم قايل نيو ثريد نيو رانبل دوت ستارت، واخد السطر ده احطه هنا كده، هي شغاله من فين؟ من باك جراوند ثريد، ما يحصلش اي مشاكل. تمام، ان انا عايز اوقف أو الستوب سيرفيس عادي، قولها بقى من أي مكان أنت عايزه، دي مش هتجرى حاجة. تيجي هنا تقوم قايل ستوب سيرفيس اسم ال إيه ده؟ ستوب سيرفيس اسم الـ إيه؟ الإنتن بتاعك ميوزك باك جراوند سيرفيس خلاص؟ تمام شباب؟ تعالوا نرن كده ونشوف الموضوع ده. is playing ولا is not playing؟ is playing true، ويقوم داخل هنا يخلو لك false ويخلو لك stop. ازاي يعني؟ تاني كده is playing false، يقوم داخل هنا يرن يدخل على start service. طيب هل انت عرفت السيرفيس دي في المانيفست؟ لا. يبقى عايزه يشتغل ازاي؟ مش هيشتغل، لازم تيجي هنا تقول له سيرفيس اسمها ميوزك باك جراوند سيرفيس ترو اكسبورتد بترو وتقفل. لو طول ما انت ما عملتش كده فهتقول له ستارت سيرفيس مش شايف، عشان هو مش شايف خلاص. يبقى المانيفست ده هو ايه؟ عينيه يعني، هو اللي يشوف بيها بقى. قلت له عليها مكانها هيروح يجيبها.
حد سامع الميوزك؟ سامعين الميوزك؟ لا مش سامعة. طب كده ايه الصوت مش واصل؟ انا ما سمعتش الصوت. ايه؟ ما فيش صوت. ازاي ما فيش صوت يعني؟ حتى بعد عني في الهواء كل ده ما فيش صوت؟ كده زهق. لا كده وصل يا باشا. تمام كده؟ ها تمام سمعني. لو في حاجة غلط صح؟ مش المفروض الايكون دلوقتي يبقى شكلها ستوب؟ صح ولا ايه؟ صح. ها؟ تمام. يعني المفروض اصلا هو دلوقتي واقف، المفروض في الوضع ده يكون هو شغال. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان عندي configuration change. يعني ايه configuration change؟ يعني حصل rotation للشاشه. الكلمه دي اسمعوها كتير، configuration changes. configuration changes مقصود بيها ان حصل rotation للشاشه من اليمين بدوران، فبقت ظاهره معاك بيتقال عليها ايه؟ landscape بدل من portrait. هي كده portrait تمام، لاندسكيب ان هي بتبقى بالعرض خلاص. فلما بيحصل اورينتيشن تشينج الاكتيفيتي بتعمل لها ريكرييشن بالفيوز اللي عليها. فالفيو اللي عليها باي ديفولت هي شكلها كده تمام. فالاغنيه شغاله المفروض ان هي بشكلها المربع، فعليا الاغنيه شغاله في السيرفيس. الاغنيه شغاله عن طريق ايه؟ عن طريق السيرفيس. لو عملت configuration change السيرفيس مش هتتأثر، هتفضل شغالة، الأغنية شغالة. لكن مين اللي بيتأثر بالconfiguration change؟ الأكتيفيتي اليو أي. وبالتالي لما حصل روتيشن للموبايل راحت اليو أي اتغيرت، والأيكون اتحولت من المربع اللي هو running state لإيه؟ للمثلث ستوب اللي هو واقف، في حين إن أصلا الأغنية لسه شغالة تمام؟ يبقى انا لازم اهندل الكونفيجريشن تشينج لما يحصل، هيأثر معايا على الشكل بتاع الايكون، هيخليه يعمل ريسيت للاكتيفيتي اللي وضعها اللي هي كأن مفيش اغنيه شغاله، في حين الاغنيه في الباك جراوند سيرفيس شغاله تمام. الناس فهمت اللي بقوله؟ تمام شباب ولا ايه؟ لا يا باشمهندس. طيب نعمل ده ازاي بقى؟ انا عايز اتشيك دلوقتي سيرفيس شغاله ولا مش شغاله. دلوقتي الستيت بتاعتي علشان وقفت، يعني هي عشان هي الموضوع اتشقلب حاله، فبقت ايه دلوقتي دي. والاغنيه واقفه شكلها كده، تضغط عليها شوف دي شغاله وهي بتتحرك. شفت ازاي؟ يعني المفروض اصلا لما اضغط عليها هي اللي تشتغل، هي لما وقفتها يعني الموضوع اتقلب بسبب الكونفيجريشن تشينج ده. فاحنا مطلوب مننا، الناس عارفه انا هعمل ايه او هعمل ده ليه ولا لا؟ ما باشمهندس انا عايز اتشيك اشوف بقى لو في سيرفيس عندي شغاله دلوقتي ولا لا. في كلاس اهو، في
فانكشن ممكن اسيرش عليه تشيك نفس بالضبط. Goal activity and I call it using is my service running. في نفس الفانكشن اللي عندي دي. مثلا stage كل ده كلام. ماشي هاخد الفانكشن دي على الاكتيفيتي نضيفها هنا بورت is my service running ولا لا بس تشيك الكلام ده في الاون كرييت او في الاون كليك is my service running توصيله مين الميوزك background service dot class تمام فهو بيدخل بيجيب system service ياخد منه object عن طريق المانجر وبعدين يجيب running service بيجيب maximum number مش عارف ده من get services maximum number get service get services طيب هو for each على services اللي هي running وعلى عددهم يعني ماشي وفي كل مرة بيرترن السيرفيس دي بيشوف هل الاسم اللي انت بعته بتدور عليه موجود جوه السيرف الليست اللي راجع دي ولا لا يعني هل هو موجود جوه الليست اللي راجع دي ولا لا لو موجود هيرترن ترو لو مش موجود هيقعد يريترن ايه هيطلع من كونديشن المره الوحيده اللي هيريترن ترو فيها لما يلاقي السيرفيس دي شغاله خلاص طبعا لو رجع ترو انت خلاص دي بقى بترجع لك بوليان تمام از running تمام ولو از running هي بقى انت هي ممكن تلغي دور الفلاج ده يعني ممكن تلغي دور الفلاج تستبدل بـ is running دي بـ is playing الفلاج خلاص مش عايزينه تمام هتلغيه خالص هنجرب يعني ممكن الموضوع يختلف في حتة الايمج بس هنجرب بس يمكن مش هيختلف ولا حاجة بس هنجرب شوف امتى بيرترن ترو امتى بيرترن فولس ماشي شباب نضغط كده هنا يدخل فولس يخليها لك بلاي ويستارت اهو بدأ تمام هو كده شغال معايا بس هو المفروض الايفون تتغير زي ما قلنا يعني المفروض هو شغال دي تبقى ستوب
لما لقاها بترو بقى يخلي لك بستوب ويجيب لك الايكون دي. المفروض احنا ناكس فعلا كده الاغنية وقفت، بس المفروض احنا ناكس. ناخد دي طاينة ودي هنخليها ستوب. هو ده التغيير اللي حصل. بس خلينا بنتست، ده تيستنج بقى او ديباجنج. انت بتقعد بقى تشوف الشغل بتاعك تاني كده. يخليها لك ستوب و... تمام شغالة ستوب. خليها شغالة، هيخليها بلاي ويوقف. هي كده مظبوط. طب خليني عملت configuration change، اضطر احرك الموبايل كله ويفصل معاك. تمام لما عملت روتيشن دي ما اتغيرتش. موضوع ده عايز ايميليتور عشان الروتيشن ده يفصل الموبايل. شوف انت كده حتى بعد عني بهالهواء دمى اللي معاك. أنا مش عارف الإيميليتور أصلا سينكرو مش هيشغل ميوزك، بس هو على الأقل هيخلينا نتست حتة الكونفجريشن تشينج. تمام أنا هعمل كده. طيب ارجع تاني. ايه ما تعدلش ليه؟ destroyed كده المفروض شغالة. شوف ودي يعني برضه انا مش قادر اتست الدنيا. بس عامة بصوا يعني حتة الباك جراوند سيرفيس هي كده خلاص كده عملناها. اللي عايز بقى ينهانس في موضوع اليو اي وان هو كل ما يروتيت الموبايل
يحتفظ بشكل الايكون دي بقى لوجيك بتاعتكم انتوا ممكن تكملوا فيها لو حابين. خلاص ممكن اديها لكم تاسك اصلا تكملوا فيها يعني. ماشي دي بقى الباك جراوند سيرفيس. انا معانا كده ساعة ونص الباك جراوند edit background music ده شغال يا جماعة الميوزك شغالة هنا الميوزك شغالة على اللاب بس مش عارف صوته ضعيف ليه يعني. ازود الصوت ازاي طيب؟ كده سامعين؟ لا يا باشمهندس. صوت واضح؟ لا مفيش صوت؟ مفيش خالص صوت. الظاهر انا اللي سامعه بس. ثانية كده. هي الدنيا هنا لسه مش مظبوطة في موضوع اليو اي برضه، خصوصا لما بقى هو الروتيشن اللي بيحصل ده بيبوظ الدنيا. فالمفروض ان انا لما روتيت اتشيك الباك جراوند شغالة لسه ولا مش شغالة. لو شغالة طب ما تيجي نشوفها كده يعني. اتشيك في حالة الروتيشن، حالة الروتيشن برضه نفس الموضوع. ازاي بقى اتشيك الروتيشن حصل؟ حلو اوي. في عندي هنا دلوقتي بوليان اسمه از رانينج، هخليه ايه البوليان. تركز معايا الحته دي، هخلي البوليان ده فيلد على مستوى الاكتيفيتي كلها تمام. وهاجي هنا هعرض انادي فانكشن اسمها اون سيف انستنس ستيت. كويس، الاون سيف انستنس ستيت دي بيبقى معاها باندل اسمه اوت ستيت. اقوم قايل يا اوت ستيت دوت بوت دوت بوت بوليان، اسميه لك كونستانس دوت از رانينج. از ميوزك رانينج ولا لا؟ وبصيلك از رانينج تمام. بس كده هتسميه، بس تقول له ايه از running بس كده. ده في الـ ايه في الـ unsaved instance state. ماشي، هتيجي هنا في الـ saved state، في الـ saved instance state دي خلاص الـ activity لما بتيجي تفتح بتنادى على on create تلقائي، فبتقوم جاي بقى بتتشيك هنا كده بعد اللي بعد ما create الـ layout خلاص، وتقوم قايل ايه if السيفد انستنس ستيت ده هو يا جماعه الاوت ستيت اللي فوق، الاوت ستيت ده اللي هنا اللي مع الفانكشن دي هو السيفد انستنس ستيت اللي مع الاون كريت. الحاله اللي بيبقى فيها لا يساوي نول هي ان بيكون واخد داتا في الفانكشن دي، لكن لو ده راجع بنول معناها ان الاكتيفيتي اول مره تفتح. دي معلومه ايه؟ يبقى لما السيفد انستنس ستيت لحظه نبعت لكم الايمج دي على الجروب. انا عندي دلوقتي saved instance state، لو كان if saved instance state be equal equal null تمام، ده معناه ايه؟ اول مرة خلاص first creation for the activity، ده اول ايه creation لمين؟ للactivity خلاص. طب لو saved instance state ده
not equal null ده معناه ايه؟ معناه ايه لو save instance state not equal null؟ ها ان ال ان في حصل rotation، لا مش شرط rotation بس اللي هو فيه معناه ان اليوزر دخل داتا او ان انت كديفولوبر مخزن داتا في الاون سيف انستانس ستيت فانكشن هاز داتا. ماشي يعني ايه الكلام ده؟ اهو فانكشن دي انا حطيت فيها بولين اهو، فهاجي ادور عليه هنا اقول والله لو السيفد انستانس ستيت ده نوت ايكوال نل and end saved instance state ده dot has dot has not equal null dot contain key معاه key اسمه constants dot is music running. ها لو الكلام ده حاصل يبقى معناه ايه؟ check بقى اقول له والله هات لي الكي ده. ماشي بس بدل ما اقول له كونتين كي اقول له جيت بوليان اسمه كذا حطه لي في الاز راننج ده وشوف لي والله لو كان الاز راننج ستيت بتاعته ها نفس الكود ده بقى هيتكرر بقى بس هنا ممكن يختلف شويه. تعال نكتبه بايدين اف از راننج خليها نط عشان نبقى زي اللي تحت بالظبط. if not is running شغال يعني هتخلي الايكون stop تمام بقى مش هتقول له بقى start method تاني ولا الكلام ده مش هنعمل الكلام ده. else بقى مش هنقول له start service والكلام ده. else هتخليها play والموضوع هنا بس كله عشان خاطر الايمج خلاص بس كده تمام تقريبا هي كده هتبقى ظبطت. يعني انا باجي هنا بحط الستيت بتاعت البوليان وبرجع بشوفه ده لا يساوي نل وكده موجود ولا لا. لقيته موجود خلاص هقوم داخل اقول له هاتهولي شوفوا لي الحاله بتاعته لو كان مش شغال. بص احنا بنحطها غلط اصلا. لو كان مش شغال القيمه بتاعته بفورس معناها ايه؟ ان هو واقف وبالتالي الايكون المفروض تعرضها تبقى بلاي. رجعنا نعدل تاني تبقى بلاي لو كان واقف. طب هنا نفس الموضوع لو كان واقف المفروض تبقى بلاي ولو كان شغال تبقى ستوب. يمكن هي ممكن تبقى بيتر المرة دي. رن كده ماشي في حاجة في الأيكون. المفروض الأيكون دي بتتغير. هو إيه؟ الأغنية بتشتغل الأيكون متغيرش ده معناه إن هو بيدخل بيلاقي فولس فبيحط نفس الأيكون. نرجع نخليها ستوب تاني
خلي دي بلاي. كان ناقص نضيف الفيلين ده بس هنا اللي احنا كنا مسحناه اصلا في الاول. تمام بس كده هو كده هياخد الفاليو الفعلية اهو. عملت روتيشن اغنية شغالة والبروب بالزوال مفيش اي مشاكل. لو وقفت انا كده وقفت معايا وكتب لي هنا ايه destroyed. شغل تاني اغنية اشتغلت اهي. اعمل روتيشن اعمل روتيشن كمان روتيشن اغنية شغالة والمربع هو اللي ظهر عندي. يا شباب كده احنا خلصنا الفور جراوند والباك جراوند سيرفيس. رفعت لكم الكود بتاعهم على الجيت هاب ماشي. فهمتوا موضوع الاون سيف انستنس ستيت والكلام ده ولا لا؟ الحته دي فهمتوها الجزئيه دي الجزئيه دي حد فاهمها؟ حد مش فاهمه؟ حد مش فاهمه؟ طيب حد مش فاهم الـ unsafe instance state؟ طيب اللي فاهمها يرفع ايده فضلا. هناء كانت رفع دي عشان مش فاهمه؟ طيب نعيدها تاني نعيدها تاني. حد تاني مش فاهم؟ بص يا هناء دلوقتي الاكتيفيتي فتحت. دايما لما بتفتح بتعدي على الـ uncreate function فهم عاملينها على اساس ان ايه هي امتى إيه امتى الاكتيفيتي بتفتح معايا امتى الاكتيفيتي بيتنادى فيها على الانكرييت فانكشن لما بتيجي تفتح اول مره ولما بتعمل لها ريكرييشن. تمام يعني ايه ريكرييشن؟ يعني بتكون عملت روتيت للموبايل زي الشكل ده كده ان انا اعمل روتيت للموبايل بقى لاندسكيب كده بقى بورتري مش متشقلب كده بقى لاندسكيب كده بقى بورتري. في كل مرة الانكريت بيروح يتنادى عليه. تمام؟ فقال لك خلاص رجع لي بندل هنا. البندل ده شايل داتا. في حالة ان اليوزر دخل داتا او في حالة ان في حاجة معينة عايز تحتفظ بيها على الاكتيفيتي قبل ما تعمل روتيت زي الحالة بتاعت البطن ده. انت خدت بالك من الستيت بتاعت البطن هو في حالة ان الاغنية شغالة انا عايز يبقى شكله كده. في حالة الأغنية واقفة أنا عايز يبقى شكله كده. خدت بالك؟ أنا عايز أحتفظ بالستيت دي. فعندي فلاج هنا اسمه is running. فأنا عايز لما أجي الأكتيفيتي تعمل لها ريكرييشن وتحصل روتيشن للموبايل وتتفتح مرة تانية الأكتيفيتي في كل مرة أروح أشوف الفلاج ده كده كده لو حصل ريكرييشن كده للأكتيفيتي أي حاجة على الأكتيفيتي هتتدمر ويتعمل لها destroy. لان الريكرييشن ده فيما معناه ان هو بيعمل ديستروي للاكتيفيتي دي. تمام فاذا في الحاله دي المطلوب ان احنا ايه نبقى عندنا بندل هنا نسيب فيه الداتا اللي احنا عايزينها
علشان لما الاوبجكت الخاص بالاكتيف داتا تعمله ديستروي يبقى عندنا الداتا في البندل ده تمام. فلما ترجع له مره ثانيه وتعمل لها ريكرييشن نقدر ان احنا نجيب الداتا اللي كنا عايزين نحتفظ بيها ونلاقيها موجوده ما تكونش اتعمل لها ديستروي. فراح عملوا فانكشن اسمها unsave instance state معاها بندل بضيف في البندل ده الداتا بتاعتي. يعني انا لو عندي string عايز اضيفه هقول dot bot string تمام. طب لو انا عندي integer هقول dot bot int ماشي. طب لو انا عندي ايا ما يكون هلاقي function لي يبقى أنا عندي boolean بايت كار خلاص فلوت انتجر بارسيلابل سيريالايزابل شورت سترينج اري ليست دي كلها داتا ممكن ابعتها دبل اري وهكذا تمام. بحيث ان اليوزر لو عمل روتيت للموبايل والاكتيفيتي حصل لها ديستروي ارجع الاكتيفيتي بتاعتي لما تفتح اقدر ان اجيب الداتا دي منها خلاص. من مين بقى بالظبط؟ من اللي هو البندل ده اللي اسمه out state اللي انا هقوم قايل بوت بوليان بوت انتجر بوت سترينج بوت دبل وهكذا. وكل كي هيتحط بالايه هديله كي كده كل فاريبل هديله كي زي كده والفاليو بتاعته تمام. ولما تيجي الاون كرييت يتنادى عليها بعد ما الاكتيفيتي تفتح هروح اشوف البندل ده فاضي ولا مش فاضي. لو كان راجع فاضي تمام معناها ان الاكتيفيتي اول مره تفتح تمام. لو كان راجع معاه داتا راجع معاه داتا معناه ان احنا بعتين له داتا فنبدا ندور على الداتا دي بالايه بالكي بتاعها. هل سيف انستنت نوت ايكوال نل وفي نفس الوقت اند سيف انستنت ستيت دوت كونتين كي والكي بتاعك اهو موجود ولا لا. لو كان بترو هقوم قايل له جيت بوليان بقى انا قايل له حط بوليان هنا بوت بوليان يبقى هنا جيت بوليان. لو قلت له بوت سترينج هقول له جيت سترينج. لو بوت انت هلاقي اقول له هنا ايه جيت انت وهكذا بنفس الكي وابدا ارجعه لمين للفاريبل اللي كان شايله وابدا خلاص انا كده بقى معايا الداتا ابدا اشتغل عليها اشوف الستيت بقى. لو كان راننج مثلا يخليه بلاي لو نوت راننج يخليه بلاي لو كان راننج يخليه ستوب اشوف انا عايز اعمل ايه بالظبط تمام كده. احيانا ممكن مثلا الشاشه اللي عندي تبقى عباره عن ايه تبقى عباره مثلا عن شركه ان انا بعمل شاشه ريجستريشن ماشي للمستخدم فيرست نيم ولاست نيم وايج ديت اوف بيرث وستريت وموبايل نمبر. وراح اليوزر بعد ما دخل كل الداتا دي راح غصب عنه اكيد يعني راح عمل تحرك مال بالموبايل هكلم حد جات له مكالمة تليفون تمام. فراح فتح تطبيق تاني جه يرجع للتطبيق ملقاش الداتا دي هل هيروح يدخلها من اول وجديد؟ هل ده behavior كويس او user experience كويسة ان انا كل ما دخل داتا يجي لي مكالمة تليفون اقوم ارجع على التطبيق تاني الاقي الداتا بتاعتي اتمسحت؟ هل ده بيوفير صح او يوزر اكسبيرينس كويسه ولا انا هبقى التطبيق ده بالنسبه لي بيضيع وقتي؟ صح كده؟ فقال لك لا يبقى احنا نعمل البندل اللي اسمه سيف ستيت ده او اوت ستيت ده ونشيل عليه الداتا بتاعتنا. فالطبيعي فيرست ولاست نيم هيبقوا ايه؟ سترينج اقول له بوت سترينج ديت اوف بيرث هيبقى ايه؟ تاريخ اقول له بوت انتجر مثلا ممكن يبقى سترينج يعني الديت ده ممكن احوله لسترينج واقول له بوت سترينج خلاص. الستريت هيبقى سترينج الموبايل نمبر ممكن يبقى انت وممكن يبقى سترينج تمام. اخزن الحاجات دي ولما اجي اعمل نفس التشيك ده على الايتمز دي واجيبهم واعرضهم وهكذا. دي فكره الاون سيف انستنس ستيت يعني فكره قديمه شويه على فكره يعني مش حاجه حديثه يعني مش ده احدث ابروتش خلاص. في ابروتش دلوقتي احدث منه اللي هو شغال بالفيو موديل اللي احنا لسه هنعدي عليه قريب بس ده احنا على لغايه فتره قريبه كنا شغالين بيه وما زلنا برضه في تطبيقات شغاله بالحاجات دي لغايه دلوقتي ولازم تبقى عارفها يعني خلاص. اللي خليك تعرف الحديث لازم تعرف القديم بتاعه كان ماشي ازاي تمام.
يعني اصلا الابروتش ده يعتبر مش قديم، مفيش حاجه اسمها قديمه يعني، كل حاجه ليها استخدامها. بس يعني ايه، في دلوقتي حاجه اسمها الفيو موديل. الفيو موديل ده برضو بيسيف الستيت بتاع الفاريبلز اللي على الاكتيفيتي وعلى الفريجمنت، ولما بيحصل فعلا ريكرييشن للاكتيفيتي هي بتتدمر، بس الفيو موديل ما بيتدمرش، بيفضل موجود معايا لغايه ما الاكتيفيتي تعمل لها ريكرييشن تاني. ببدا اجيب الداتا من الفيو موديل ده واعرضها عندي، تمام؟ نفس الفكره برضو، خلاص ان انا ايه بسيف الستيت بتاعت الداتا، تمام كده. في حد عنده، لا في حد عنده اسئله في النقطه دي او مش فاهم حاجه هنا؟ طيب في ناس رفعوا ايديها، شيماء واحمد سماح. طيب الناس خلاص، ما حدش عنده اي اسئله؟ كل الناس فاهمه النقطه دي؟ اللي فاهم النقطه دي يرفع ايده كده. اللي مش رافع ايده مش فاهم. احمد يحيى واحمد ماهر، اوكي. يعني احنا نقدر نقول ان باقي الناس مش فاهمين، احمد يحيى وماهر مش فاهمين مثلا. خلاص شباب انا عملت لكم بوش للكود، ماشي؟ الناس ممكن تداونلود عندها الكلام ده وتطبق عندها بقى، طبقوا الفور جراوند والباك جراوند سيرفيس قبل من ايه، يعني انتوا معاكم ساعه اهو، طبقوا لي فيها الفور جراوند والباك جراوند. يعني انا خلال 20 دقيقه كده هرجع لكم تاني اشوف انتوا عملتوا ايه، عشان ممكن نحاول نشرح حاجه قبل ما نقفل النهارده.